السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المدرسة النموذجية. حلقتنا لهذا اليوم في مادة الفيزياء موضوع حركة جسم في مجال الجاذبية الأرضية أو حركة المقذوفات. سنتناول حركة جسم في مجال الجاذبية الأرضية أو ما يسمى بالمقذوفات. أنتم أخذتم في السابق حركة الأجسام الساقطة سقوطاً حراً باتجاه الجاذبية الأرضية. ما سنأخذه اليوم هو عكس حركة جسم مقذوف بعكس اتجاه الجاذبية الأرضية. ولذلك لكي ندرس حركة مقذوف يجب أن نفهم أن أي جسم نقذفه في أي اتجاه فإن القوة الوحيدة المؤثرة على هذا الجسم اللي هي وزنه إلى أسفل، والمقصود بذلك أنه يتأثر بعجلة الجاذبية الأرضية، أي أن هذا الجسم سوف تؤثر عليه قوة الجاذبية الأرضية. إذن إذا قذفناه في أي اتجاه فإن القوة الوحيدة المؤثرة عليه هي الجاذبية الأرضية بإهمال مقاومة الهواء. ولذلك لندرس حركة هذا المقذوف إذا كان لدينا خط المحاور، طبعا محور السينات محور الصادات حتى أدرس حركة هذا المقذوف. لنفرض أن لدينا جسم موجود عند النقطة ميم، هذا المقذوف وقذف بهذا الاتجاه حتى يصل إلى ماذا؟ إلى أين؟ طبعا أنا ممكن أطول بهذا الخط حتى يصل إلى الهدف، ووصل هذا الجسم إلى الهدف، يعني هنا ميم تسمى نقطة القذف وهنا يسمى معنا الهدف. عند هذه النقطة أبنائي وبناتي الطلاب هي أقصى ارتفاع يصل إليه المقذوف عند هذه النقطة. عندما نقذف هذا الجسم سيصنع لي زاوية مقدارها تيتا، وسوف يتحرك بسرعة معينة أو سرعة ابتدائية مقدارها طبعا عين، سرعة ابتدائية مقدارها عين. سينطلق من نقطة القذف إلى الهدف، من هذه النقطة إلى هذه النقطة ما يسمى هنا بالمدى الأفقي، من نقطة ميم إلى الهدف يسمى بالمدى الأفقي. إذن سينطلق سيصنع زاوية بسرعة ابتدائية عين. في هذه الحالة لكي أدرس حركة هذا المقذوف بالضبط يجب أن أحلل السرعة الابتدائية إلى مركبتين، مركبة رأسية توازي محور الصادات ومركبة أفقية متعامدة على محور السينات أو تكون متحركة باتجاه محور اللي هي السينات. الآن نبدأ بدراسة حركة هذا المقذوف. نطبق طبعا مبدأ حفظ كمية التحرك باتجاه محور السينات ثم بعد ذلك باتجاه محور الصادات. الآن نحلل هذه السرعة الابتدائية إلى مركبتين، مركبة أفقية باتجاه محور اللي هي السينات والتي تمثل لي عين سين، يعني السرعة باتجاه محور السينات السرعة الابتدائية تكون عين صفر جتا تيتا، يعني صفر جتا تيتا، هذا باتجاه محور السينات. ومعنا باتجاه محور الصادات والذي يمثل لي قلنا الجير وهنا يمثل لي الجتا تكون عين صاد يساوي عين صفر جيب تيتا. إذن أنا حللت هذه السرعة الابتدائية إلى مركبتين، مركبة رأسية تمثل لي عين صاد عين صفر جيب تيتا ومركبة أفقية تمثل لي عين صفر جتا تيتا. نعتبر محصلة هاتين الحركتين حركة باتجاه محور السينات توازي محور الصادات وحركة باتجاه محور السينات، نعتبرها محصلة حركتين في آن واحد، أي حركة باتجاه الصادات وحركة باتجاه السينات محصلتهما تعتبر حركة واحدة. أبنائي وبنات الطلاب سنبقى الآن مع معادلات حركة المقذوفات، سنأخذ هذه المعادلات وسنوضح كيف نتعامل مع حركة المقذوف
وأي معادلة تستخدم لحركة هذا المقذوف كل على حدة. معادلات حركة المقذوفات: فا سين يساوي عين صفر جتا تيتا مضروبة في زي. هذه المعادلة الأولى ويمكن استخدامها لحساب أبعد مسافة أفقية أو ما يسمى بالمدى الأفقي. المعادلة الثانية: فا صاد عين صفر جيب تيتا مضروبة في زاي ناقص النصف دال زاي تربيع. تستخدم هذه المعادلة لحساب زمن وصول القذيفة إلى الهدف. المعادلة الثالثة: عين صاد يساوي عين صفر جيب تيتا ناقصا دال زاي. وتستخدم هذه المعادلة لحساب زمن الوصول إلى أقصى ارتفاع أو ما يسمى زمن الذروة. عين تربيع صاد يساوي عين صفر جيب تيتا الكل تربيع ناقصا اثنين دال فاء صاد. هذه المعادلة الرابعة طبعا تستخدم لحساب أقصى ارتفاع يصل إليه المقذوف أو ما يسمى بين قوسين ذروة القذف. طريقة قذيفة تصنع مع المدى الأفقي زاوية تيتا 30 درجة بسرعة ابتدائية قدرها 200 متر لكل ثانية على فرض إهمال مقاومة الهواء واعتبار عجلة الجاذبية الأرضية دال 10 متر لكل ثانية. أحسب التالي: 1- زمن وصول القذيفة إلى ذروة مسارها، 2- زمن وصول القذيفة إلى الهدف، 3- المدى الأفقي، 4- ذروة القذف أو أقصى ارتفاع يصل إليه المقذوف بين قوسين. نأخذ مثال: أطلقت قذيفة تصنع مع الأفق أو مع المدى الأفقي زاوية مقدارها 30 درجة بسرعة ابتدائية اللي هي سرعة الانطلاق 200 متر لكل ثانية بإهمال مقاومة الهواء واعتبار أن عجلة الجاذبية الأرضية 10 متر لكل ثانية تربيع. الآن المطلوب: 1- زمن الوصول أو وصول القذيفة إلى الذروة أي أقصى ارتفاع تصل إليه المقذوف، زمن الوصول إلى الهدف اللي هو المدى الأفقي كما تحدثنا، ثانيا المدى الأفقي يحسب أو يريد منه حساب المدى الأفقي، 4- ذروة القذف أي أقصى ارتفاع يصل إليه المقذوف. نستخرج المعطيات بالشكل التالي:
طبعا السرعة الابتدائية معطى معانا 200 متر لكل ثانية، زاوية القذف 30 درجة، عجلة الجاذبية الأرضية 10 متر لكل ثانية تربيع، جيب 30 نص جتا 30 جذر 3 على 2. نبدأ الآن بعملية الحل. المطلوب الأول زمن وصول القذيفة إلى الذروة. نستخدم المعادلة الثانية عين صاد. الآن أتحدث عن حركة المقذوف باتجاه محور ماذا؟ الصادات. عين صاد اللي هادي هذا عين سين يساوي عين صفر جيب تيتا ناقصا دال زاي. هذه المعادلة التي تستخدم لحساب اللي هي زمن وصول القذيفة إلى الذروة. نعوض بهذا القانون أو بهذه المعادلة. نلاحظ أنه عند أقصى ارتفاع تصبح السرعة لهذا الجسم كم تساوي؟ صفر، أي أنه يصل إلى هذه النقطة ثم يبدأ بعد ذلك بالهبوط باتجاه اللي هو الهدف. عند أقصى ارتفاع تكون السرعة النهائية في هذه الحالة تساوي صفر. إذا هذا الطرف يصبح معنا صفر. لماذا؟ لأنه عند أقصى ارتفاع يصل إليه المقذوف تصبح السرعة صفرا. عين صفر موجودة معنا، أو السرعة الابتدائية 200 نعوض متر في جيب 30 ناقصا 10 مضروبة في ماذا؟ في زاي. المطلوب زاي أصلا، المطلوب زمن وصول القذيفة إلى الذروة. قلنا المقصود بالذروة أقصى ارتفاع يصل إليه المقذوف. إذن الآن نعوض 200 جيب 30 معنا كم؟ نص ناقصا 10 زاي. على 2 فيها الواحد، على 2 فيها الكم؟ 100، لأنه 2 في 10 20 200. إذن معنا صفر يساوي، يبقى معنا هنا كم؟ 100 ناقصا 10 زاي. هل المطلوب الآن زمن الوصول إلى الذروة يصبح معنا 10 زاي، أتخلص من الإشارة السالبة، هنا معنا 100. إذن زاي تساوي 100 على كم؟ على 10. الصفر مع الصفر تصبح 10 ثانية. إذن زاي المطلوب الأول 10 ثانية، وهو المطلوب الأول. ننتقل، إذن وصل عند أقصى ارتفاع كم هنا؟ 10 ثانية. ننتقل إلى المطلوب الثاني، زمن وصول القذيفة إلى الهدف. زمن وصول القذيفة إلى الهدف هناك معادلة يمكن استخدامها، اللي هي المعادلة طبعا المطلوب الثاني زمن وصول الهدف، معادلة رقم عين صاد تساوي عين صفر جيب تيتا مضروبة في زاي ناقص النصف ناقص النصف دال زاي تربيع. هذه المعادلة تستخدم لحساب زمن الوصول إلى عين إلى الهدف. وهناك طريقة أخرى مختصرة سنأخذها بعد هذه الفكرة. صفر عند إقصى ارتفاع تصبح قلنا السرعة صفرا. نعوض 200 جيب تيتا 30 اللي هي نص معنا زاي ناقصا نص دال هي 10 زاي تربيع. صفر بيساوي على 2 فيها الواحد، على 2 فيها الكم؟ 100. يصبح معنا 100 زاي ناقصا نصف 10 زاي تربيع. الآن معي هنا زاي، هنا زاي، أنا ممكن أحول هذه للطرف الآخر وأقسم على زاي أتخلص من الزاي. يصبح معايا أو نصف 10 زاي تربيع يساوي 100 زاي بالقسمة على زاي أتخلص من زاي. هنا بقسم على زاي، هنا بقسم على زاي، إذن هذا الزاي بيروح مع الزاي، يبقى معنا 10 زاي يساوي نصف 10 زاي يساوي كم؟ 100 على 2 فيها الواحد، على 2 فيها الخمسة. الآن نصف 10 زاي في الطرف الآخر يصبح باقي معنا كم؟ 100. الآن بيكون على 2 فيها الواحد، على 2 فيها الخمسة، إذا 5 زاي ومنه 5 زاي يساوي 100، ومنه زاي يساوي 100 على 5 يعطي لي كم؟ 20 ثانية. هناك طريقة أسهل بكثير من هذه
الخطوات، وهي ممكن أقول أنه إذا كان زمن وصول القذيفة إلى الدروع 20، كم طلعت معايا؟ 10 ثانية. زمن وصول القذيفة 10 ثانية، فإن زمن وصول القذيفة إلى الهدف اللي هو ضعف وصول الزمن إلى الدروع. أي ممكن أقول زمن وصول القذيفة مباشرة إلى الهدف يساوي ضعف زمن وصول القذيفة إلى أين؟ إلى الدروة. 2 في زمن الدروة مباشرة. بقول 2 زمن الدروة كم طلعت معايا؟ 10. 2 في 10 تصبح 20 ثانية مباشرة، اللي هو زمن الوصول إلى الهدف. يعني أنا بدل من هذه الخطوات كلها، إذا طلعت معي قيمة زمن الوصول إلى الذروة، ممكن أضربها باثنين مباشرة بخطوة واحدة تطلع معي زمن الوصول إلى الهدف من خلال هذا القانون. الآن المطلوب الثالث، المدى الأفقي، أي المقصود كما قلنا بالمدى الأفقي المسافة من نقطة القذف إلى الوصول إلى الهدف، هذه من هنا إلى هنا يسمى بالمدى الأفقي. لحساب المطلوب الثالث معنا تاء سين، أي المسافة باتجاه محور السينات، يساوي عين صفر جتا تيتا مضروبة في زاي. هذه لحساب المدى الأفقي. طبعا نعوض الآن، فاسين يساوي السرعة الابتدائية معطى معنا كم؟ 200 مضروبة في جتا تيتا. جتا تيتا كم معانا المفروض تطلع؟ اللي جتا تيتا جتا 3/2، ثلاثة على 2 مضروبة في زاي اللي هي كم؟ طلع معانا زمن الوصول اللي هي 20 ثانية. الآن الاثنين مع 200 تصبح كم؟ 100. يصبح معنا الآن فا سين المسافة 100 في كم؟ في قدر 3 مضروبة في 20. 1 2 3 في قدر 3 اللي هو فا سين المسافة هي بالمتر باتجاه الأفقي. ننتقل الآن إلى ذروة القذف. ما المقصود بذروة القذف أبنائي الطلاب؟ اللي هو أقصى ارتفاع يصل إليه المقذوف. كيف نحسب ذروة القذف؟ لحساب ذروة القذف المطلوب الرابع معنا معادلة عين تربيع صاد يساوي عين صفر جيب تيتا الكل تربيع ناقصا 2 دال فصاد. 2 دال فصاد. الآن سنعوض. طبعا أقصى ارتفاع كما قلنا السرعة الابتدائية تكون صفرا، معنا 200 السرعة الابتدائية جيب تيتا جيب 30 كم معنا؟ نص الكل تربيع ناقصا 2 عجلة الجاذبية 10 فصاد وهو المطلوب. يعني يريد أقصى ارتفاع باتجاه محور الصادات اللي هو فاء المسافة باتجاه محور الصادات. الآن على 2 فيها 1 على 2 فيها كم؟ 100. طبعا بالربع 100 تصبح 10,000 بعد التربيع ناقصا 2 في 10 في 20 فصاد، يعني المسافة باتجاه محور الصادات، ومنه 20 فصاد يساوي 10,000. فصاد المسافة باتجاه محور الصادات تصبح 10,000 على 20، الصفر مع الصفر يصبح معنا 1,000 على 2 اللي هي ممكن نختصرها يصبح معنا 1,000 على كم؟ على 2. الآن 1,000 على 2 اختصرنا، على 2 فيها 1 على 2 فيها كم؟ 5,000. إذن فا صاد تساوي 1 2 3 5,000 متر، اللي هي أقصى ارتفاع يصل إليه المقذوف وهو المطلوب رقم 4. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استفدتم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.